ميدو سيراج ايا ماتا سوك الوكبي سي ندو ايسو ودين متبلع ندوين ايا وحيكو قدو سي اردتي دمسا تاي شهادوين عددن ايا قاري سي شريطان اردتي عنا قصو قيب قلي قيبها كلا دوين يبشيدا كون المدارة بوخو اللي وهرين تيو عال قاسكا اللي قدو ميها جمعي دي سيراج شخ برحمان مرسل سيدو قلا وعال قاسكا اللي معلمين تي ايدا كا ترتب حيني سي ندو ادن سيدو قلا اردتي ايا ينسو بندقاي حوار رو ودن بنتي اردتي ايا هالكسلو قدو سي شهادوين كي السيرات الخيرية المسمات بيرفع مستواك اللغوي أي تحت شعار يرفع مستواك اللغوي. فأهلا بكم بهذه الحفلة المباركة ومرحبا بكم بهذه المناسبة العزيزة ومرحبا بهذه المناسبة الفائقة. نتأكدب وحامل له إلهي سبحانه وتعالى in ugu kulmiyay xafladda barakeysan iyo majliskan barakeysan ee ku saabsan qalinjabinta ardada dhameysatay dawladda cilmiga ah ee ku saabsan luqada carabiga khaasa jamciyada siraaj tahta shiaar irfa mustawaka lugawi fa nahnu na'lam ayyuha sayyidun wa sayyidat wa ayyuha dhuyuf al kiram al lugha al arabiyya لغة شريعتنا السامية وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إحياء اللغة العربية ورفع منارها وشعارها. والله يا المكرك والإله سبحانه وتعالى يا مهله مكان كان يباس كان يسقو كان كاني وإنوس ورتقلي إن انقلبت سوقنا لنه dowradii aan bisha inooga socotay macadka imaam nawawi dowrada oo ay soo agaasintay jamciyada siraaj ugu talagashay inay ardaydu kaga faa'iidaystaan waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa macalimiintii dowrada bixinayay ilaahay subxaanahu watacaala ajalkooda ha weyneeyo ay leedahay waxaan malaynayaa qur-aanka kariimka ayaa daliil u ah قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى ولي هي قرآن هو عربي إن أنزله قرآنا عربيا مثلا نبي إله سبحانه وتعالى وقال قرآن هو اللغة العربية من مزايات اللغة العربية وحكمها هي أفضل لغة هويان يعني لغة الدين ولغة اليوم القيامة هويان يعني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى عرب صدح شيء ما كنتش على هذا أنا عربي ولغة التي نزل الله كتاب القرآن هي اللغة العربية ما شاء الله تعالى آل يا عبد ما سنتين آل يا عبد مدنتين وحلا أمانه يا وحلا صوحة القاتب آل يا عبد مدنتين فنتي وحد وقتان أرضي ماشي دون تبه تاقناتو بحد وقتين دلكي نمان شوقنا أرض الصومال دلكي نمان الصومال أين شوقنا أما جيجا الصوماليات ميل والبقى شوقتو بانو مغضانا وطا سوقرتا وحويين أردري وطا ما شاء الله أخوان بدن بكم مغطى وحان الله يعني همبلي 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 عيان الله يعني هيات باري لكم همبلي يعني إذن كي أرد الله إنها إياك سوكو من إتمام الدورة العلمية للغة العربية وحفلتنا المعممة وحفلتنا المعممة بأفضل الضيوف وأكرم الكرماء في المدينة التي نظمها بجمعية الخيرية المشهورة بالمصالح العامة المسمات بجمعية سراج الخيرين باستدامة أصولهم وأجدادهم حتى الآن إلى محافظات سور سناد وعين لكنهم ساكنين لهذه الناحية ورعاة لماشيتهم ومالكين لأعيان الموجود بالماء وما هو معلوم أن سومال الآن احتلت منطقة الصور وعاصمة الله سبحانه باغتيال شرس عام 2007 ومن الشغب الأخير التي ترذات بين هذه الحكومتين أن الصومال الآن احتلت حواجز الأمنية لبوسلان في تكهرق في ثمانية يناير عام 2018 باغتيال ليس هذه خسائر جسمية عليها البيت التي يعيش عليها بيت اللي فيها بدوية يعمل السكان فيها ورعي الأبناء والمئات والإبل والبغار ولا يوجد في بيئات مجموعة من الحبائل التي تسرع محاسن المختلف مثل السمار وحبوب فواكهة وغدرات أو التوابل الحواش كيف حاله؟
في هذه سنواتنا الأخيرة كانت هناك نزاعات واشتباكات بين محافظة ولاية بوتلان الصومالية وبين حكومة الصومالية الانفصالية فهل يمكن التخلص عن هذه المصادمات؟ الأمر يرتبط بالقائدين فلا بد وأن يكون مستعدين للمفاوضات والله يحاول كل جانب ما حدث مرة ثانية ويعتبر ما حدث محمد عبدي ستارتي بي بو هولي.